بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله. الصلح في السيرة النبوية. سبق في علم الله جل جلاله وهو أعلم بخلقه أن هؤلاء البشر مختلفون في عقولهم، مختلفون في مداركهم، متباينون في مصالحهم، وهم ممتحنون في دار الدنيا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. سورة الملك. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. سورة البقرة الآيتان 255-156-156. سبق في علم الله أن الناس سيتنازعون، يختلفوا مهما كانت طبيعة الاختلاف. الناس داروا تجارة، شركة، أسسوا شركة، بدأوا يخدموا، بعدين اختلفوا. عادي، رانا في الدنيا ماناش في الجنة. يختلفون أثناء المسيرة، أثناء العمل التجاري أو العمل أو المشروع الاستثماري، يصرى خلاف بيناتهم. خلاف يكون خلاف بين الجيران على كلش، على الحدود، على الحياة في الحياة الاجتماعية نتاعهم الجوارية، بين الوالدين والأولاد. علاش ربي قال الوالدين؟ قال يوصيكم الله في أولادكم. ربي سبحانه خاطب الوالدين قال لهم ربي يوصيكم، ومعنى الوالدين وصاهم ربي على أولادهم، يوصيكم الله في أولادكم. وصى الأولاد على الوالدين، ربي قال ولا تقل لهم أفن، صروحك حتى الوالدين إذا كان غلطوا ولا ما تقولهمش أف، هي صغيرة ولكن مش مليحة، أصغر كلمة تخرج من فم الإنسان. ما يقولهاش الولد، طفل ولا طفلة، ذكر أو أنثى، ما يقولهاش الوالدين. ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، إلى آخر الآية. ويكون خلاف في الميثاق الغليظ، ما كانش عقد في الدنيا كما عقد الزواج. ربي اللي سماه ميثاق غليظا، هو عقد كما العقود، عقد إداري، عقد مدني، عقد تجاري، عقد إيجار، واحد يأجر، هذه كلها عقود. نرجع إلى الممهدات في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لقيمة الصلح. النبي عليه الصلاة والسلام خلنا قيم كثيرة، لفالور، القيم كثيرة. من هذه القيم الكبرى التي لا يمكن للبشرية الاستغناء عنها على وجه القطع واليقين، لا يمكن للبشرية. نتكلم على الأسرة الصغيرة، ثوشلت، نتكلم على الأذرم، القبيلة العشيرة، نتكلم على الحي الحومة، نروح للأمة إلى غاية من وصل للأسرة البشرية. لا يمكن أن تستغني عن هذه القيمة، هذه اللي هي قيمة الصلح. ربي قال مثلا في سورة الحجرات الآية 13 وجعلناكم شعوبا وقبائل، تعمروا هذه الدنيا، تعمروا هذه الكرة الأرضية، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذن هذه القيمة لا يمكن الاستغناء عنها على وجه الإطلاق. أبدأ من النواة الصغيرة حتى نوصلوا إلى الأسرة البشرية، بل في كل زمان وفي كل مكان، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أفهمنا بلي قيمة الصلح مهمة،
يلا، ما هي هذه الممهدات؟ هي كثيرة، نقروها في السيرة النبوية، في السنة النبوية، لأن السيرة جزء من السنة. يعني كي نقول لك تعريف السنة النبوية خاصة عند المحدثين تعريف واسع، ما أثير ما نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو سيرات، أو يعني التعريف موسع، وهذه دخلة في المنهجية في الميثودولوجي. يقول لك عرف السنة عند الفقهاء، عندهم تعريف، يقول لك السنة ما يوافق ما يخالف أو ما يقابل الفرض أو ما يقابل بدعة. مثلا صيام رمضان فرض ولا سنة؟ فرض. صيام الصبرين ستيام تاع شوال سنة. ها فرينا الفقيه يعطي لك جوجمون حكم مباشرة، فرض سنة، فرض سنة. صيام رمضان فرض، صيام الاثنين والخميس سنة. هاي فرات. يلا نقول لك صلاة العشاء فرض، والقيام قيام الليل ماهوش فرض، سنة، دخل في النافلة. أداء ركعتي المسجد تحية المسجد هذه ليست فريضة، ليست فريضة. ركعتي الوضوء اللي اسمها النوافل ذوات السبب في الفقه، النوافل ذوات السبب، بسبب وضوئك تصلي ركعتين، بسبب دخولك المسجد بنية المكوث ماشي بنية العبور. لو كان يجي واحد يدخل الملهي ويخرج ليه ما يصليش، ما عندوش نية باش يريح، أما كي يريح باش يستنى مثلا الصلاة ولا ثم يصلي ركعتين، كما قال ابن عرفة الفقيه المالكي المعروف، لكل تحية، لكل مسجد تحية، وتحية المسجد الحرام الطواف. إذن هذا الفقهاء، وكاين داك السنة والبدعة. يجي واحد يصلي هكا يجوز، يصلي بالسدل يجوز، يصلي هكذا لا لا بدعة، هذه بدعة لم ترد، وغيرها من الأمور. الآن أما الأصوليين علماء الأصول يقول لك ما معنى تعريف السنة؟ ما أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام، ما نقل عنه، ما صدر عنه من غير القرآن من قول أو فعل أو تقرير. إذن كاين ثلاث أنواع: السنة القولية، السنة الفعلية، السنة التقريرية. تعريف السنة عند علماء الحديث واسعة، ما نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام، ما أثر عنه من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة، فكان واسع. في المنهجية تخلي المخ يكبر ويستوعب المسائل جيدا. إذن إخواني الكرام، ما هي الممهدات اللي دارها النبي صلى الله عليه وسلم من أجل غرس قيمة الصلح، باش يغرسها في قلوب الناس، في عقول الناس؟ كثير من الأمور دارها النبي صلى الله عليه وسلم، منها نبدأ بحاجة رقم واحد الإيمان، خطر هو الصح. إذا كان الإيمان موجود في القلوب يعمر القلوب، تكون الاستجابة السريعة. أولا ما يديرش مشاكل المؤمن، إذا صارت دخل في المشكلة يقبل الصلح بكل بساطة. نبسط المسائل جدا، المؤمن المفروض يحاول يجتهد باش يدير ما يسمى، يطبق القاعدة، الوقاية خير من العلاج. يقول لك ما نديرش مشاكل، يصرى واش يصرى نهرب. ذا تطبيق للقرآن، ربي قال ادفع بالتي هي أحسن. يجي خوك خاصمك معوله، أنت حاول تمتص تبصر بهذاك الغضب نتاعو، ولا معليش دير كيما دار هابيل لخوه. قابيل يا أخي صارت مشكلة بيناتهم، ولكن قابيل خاطيه، قابيل دار مشكلة كبيرة كبيرة بزاف، ومازال البشرية
كاين من البشر اللي راه يقتدي بقابيل، يختلف مع اخوه، اختلف مع اخوه قالوا نقتلك. شفت المشكله؟ ونفس العباره تتكرر الان. واش يصرى في عالم البشر كاع في الكره الارضيه؟ اما يختلف انسان مع انسان، هو المفروض عادي، لا واحد من يقول شوف نقتلك يا لطيف، ولا شعب مع شعب، وتلقى ذاك الشعب يدير قرة يدير حرب على ها سيدي. وسمعنا الآية 13 من سورة الحجرات، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ماشي باش ديروا الحروب، ماشي باش ديروا الفتن، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هو الميزان العادل للتفاضل بين البشر. اللي بغى يكون عنده مقام عند ربي يكون تقي، يخاف ربي برك. نرجع قصة قابيل وهابيل التي تتكرر في حياة الناس. قابيل قالوا نقتلك، وهابيل قالوا أنا ما نقتلكش. سبحان الله، قالوا لئن بس قال لأقتلنك، هذا قابيل. وهابيل خوه اللي مختلف معاه قالوا لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. لو كانت زلظفو سي كيف نغض نشوك نقغارة وقد غربي، لو كانت مد يديك باش تقتلني ما نقتلكش، أعطالو الأمان. قالوا نخاف ربي، علاش الجزائري يقول لك خاف اللي ما يخافش ربي؟ هذا الكلام اللي خلاه الناس بكري، يقول لك خاف اللي ما يخافش ربي. وش معناه؟ معنى اللي يخاف ربي ممكن يغلط، ممكن يظلم، عادي، هو بشر، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين وخير الخطائين التوابون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن اللي ما يخافش ربي يكمل يتمتع بظلم العباد، يجد لذة في سماع أنين المظلومين وفي رؤية دموع المظلومين، يتمتع لأنه ما يخافش ربي. اتق الله، اتق الله، تقوى الله هذه جاية من الإيمان. لذلك قابيل هاو سمعت واش قال الخوه، وهابيل قالوا أنا ما نقتلكش أخطر نخاف ربي، إني أخاف الله رب العالمين. إذ النبي عليه الصلاة والسلام مهد لقيمة الصلح عن طريق تقوية الإيمان وزرع التقوى في القلوب، والآية كثيرة. أو ربي يقول ادفع بالتي هي أحسن، وفي آية أخرى ربي يقول والكاظمين الغيظ. ربي ما قالش ما تزعفوش، لا لا، قال كي تزعفوا لازم يكون عندكم مكابح لفران، فرامل، ما تصدمش الروح بالعقل. لم يقل الله والفاقدين الغيظ، لا لا، قالك والكاظمين، كظم الغيظ، هذا مستوى مهم جدا باش تتحكم في الغضب نتاعك. وكثير من الناس كي ما يتحكموش في الغضب نتاعهم يديروا مشاكل في الطريق، يحكم السياره نتاعو، يزعفوا كاش واحد، وتعرفوا واش يصرى، تعرفوا واش يصرى بلا ما نقولوا، والشي اللي راه يصرى في الطرقات لا حول ولا قوه الا بالله، معظمها تغنات الزعاف الغضب. يلا، واللي يصرى بين الجيران، اللي يصرى بين الشركاء، يوصلوا للتهم، للتهديدات، إلى آخره. ربي قال كي تزعفوا كتموا غيظكم فقط، والكاظمين الغيظ. خطر الحكماء يقول لك الغضب أوله جنون وآخره ندم. هي كلمة جنون، الغضب أوله جنون وآخره ندم.
الأحنف بن قيس، وهذا من الحكماء الكبار، مليح ناخذ الحكمة من الناس في هذا في التاريخ البشري. جاء واحد قال له لو كان تقول لي كلمة نرجع لك 10، يعني مهيأ روحه للحرب من البداية. هذاك واش قال له؟ قال له كان تقول لي 10 ما نرجع لك والو، يعني ما عندكش يعني، وعادي. وقول، ربي قال وقولوا للناس حسنا، للناس يعني بلا استثناء، ماشي غير للمؤمنين ولا الجيران ولا للأقارب، لا، قالت وقولوا للناس حسنا. عليه خطر الكلمة واعرة، الكلمة ممكن تدير فتنة بين الناس. علاش درك الآن فيسبوك هذا الانترنت هذه استغلوها الناس بالكلمة، داروا العجب وأديستانس عن بعد، بيقدرش لو كان يواجه ينقص شوية، مي كيما يواجه لا شيء، بعيد عليك 1000 كيلومتر يدير رايو. وسبحان الله، هل الوسيلة هذه اخترعت للدمار أم للعمار؟ كان يستغلها غير في المحنة يا لطيف. هاو كلمة، الكلمة تعمر ولا تدمر، تعمر أو تدمر، أثفنوا أثهدوا، أولي فنوا يتهدوا. الكلمة تزرع فتنة ولا تزرع السلم؟ أماكن تسود ثلويف تسود شوال. الكلمة تكسر وتجبر، واحد يقول لك كلمة يجبر بخاطرك، والآخر يقول لك كلمة يكسر خاطرك. أول يجبر يتروزو كي قرني مزيورة، أوالي فنو يتهدو، أوالي جبر يتروزو، أوالي يتسود ثلويث يتسود شوال، أوال. هذه الكلمة واعرة، لذلك ربي قال وقولوا للناس حسنا، وقال في سورة قاف الآية 18 الصفحة 520 السطر 3 قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أصروحك الكلمة واعرة. نرجعوا، ربي قال والكاظمين الغيظ، درجة حلوة، حبيت تطلع أطلع، والعافين عن الناس، هذه درجة عالية تولي تسمح تعفو. العفو هذا معنى إزالة الأثر، تقول سمحت لك من القلب الصافي، حبيت تطلع أكثر، والله يحب المحسنين، هي درجة الارتقاء، سلم الارتقاء، تطلع درجة بدرجة بسم الله ما شاء الله. هذا ممهد كبير، الإيمان والتقوى، أشحال آيات كثيرة والأحاديث كثيرة، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، الإيمان بربي، هو حديث خرجها الإمام البخاري وغيره عن أبي هريرة، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. من عليها ربطها بهذه الإيمان بربي والآخرة، عليها خط الآخرة يستحضره النبي صلى الله عليه وسلم هذا اليوم، علاه؟ باش الإنسان يخاف ربي، يقول باللي الآخرة قريبة. صحيح الآن في دنيا الناس يقول لك الآخرة بعيدة، والله ما هي بعيدة، قريبة بزاف، أتى أمر الله فلا تستعجلوه. ورب سبحانه يقول في سورة البقرة الآية 281 واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. إذن إخواني الكرام، النبي صلى الله عليه وسلم مهد لقيمة الصلح بهذه المعاني، أيضا مهد لها بالأخلاق، قال كلزم يكون عندكم أخلاق، راكم تأمنوا بربي الحمد لله، تصلي وتصوم بسم الله ما شاء الله، زيد الأخلاق، لو كان ما تكونش الأخلاق مشكلة، نعرفوا كامل
ربي سبحانه قال عن النبي عليه الصلاة والسلام وإنك لعلى خلق عظيم. إذن اجتمعت الأخلاق لديه التي تفرقت عند غيره، اجتمعت عن النبي عليه الصلاة والسلام، هو خاتم النبيين وإمام المرسلين. وربي قالوا في سورة الأنبياء الآية 107 قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال في الحديث الصحيح الذي خرجه الإمام البخاري في الأدب المفرد رقم الحديث 273 إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. هذه الرواية موجودة في الأدب المفرد. الرواية أخرى إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. إذن هذه الأخلاق مهمة بزاف، كيغرسها النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب الناس يولي يكون عندهم استعداد للصلح، استعداد باش ما يديروش مشاكل ولا أزمات ولا نزاعات، وإذا حصلت هذه النزاعات وصرت هذه المشكلات من قبلهم يقبلون الصلح لا يرفضون الصلح. هذه مسألة كبيرة أيضا وامتحان كبير كما سيأتي البيان. يلا نروح الآن إلى ممهد آخر كبير. إيه هو؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى أنه لازم نعرفوا الفضل بيناتنا، ما ننساوش حتى كي يكون الاختلاف. نعطي مثال، الشريك مع الشريك كي يختلفوا لو كان يطبقوا واحد الآية يفريوها. ربي قال في سورة البقرة الآية 237 ولا تنسوا الفضل بينكم. أنت أيها الشريك عندك دراهم والشريك نتاعك عنده المعرفة، يعرف التجارة خير منك، درتوا عقد وراكم تخدموا، ما تنسى فضله وما ينسى فضلك. لو كان ماشي مول دراهم ما تخدمش، وانت عندك لو سافوار عندك المعرفة وراكم درتوا عقد شركة اسميها المضاربة القراض الله يبارك. إذن ما تنساش فضل، لا هذا ينسى فضل هذا باش تكمل حياتكم. الوالدين مع الأولاد أيضا لازم الوالدين يحمدوا ربي، حط لهم ربي أولاد، حط لهم ربي أولاد، حمد ربي أعطالك ربي ذرية واعرين واعرين. الله غالب خاصة في هذا الزمان، سمحوا لي ذراري صغار يعني واعرين. الله يرحم ونسي ناس تقفيلي ينسي غلفن اسمي استغيلت ذي الخيل إيقرنا الدريا ذي تخيل أنا عاميه ما عندها باش واحد يطلع عقبة طلع على رجلك تعيا متر تطلعها فوق الخيل فوق الحصان ولا سهلة. والأولاد تسخيل معنى المرونة، معناها الرحمة، معناها الكلمة الطيبة، معناها ذراري لطف بهم. ربي يقول لك يوصيكم الله في أولادكم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول اتقوا الله خافوا ربي واعدلوا بين أولادكم. حذيري لو كان أنتم يا الوالدين تظلموا واحد من الأولاد عص روحك، واحد تعطيله هيبة دوناسيو والآخر ما تعطيله والو، هاك بديت المشاكل. واحد تعطيله واحد تنحله، واحد تحب وتقربه والآخر تبعده، الآخر تفرح قدامه في وجهه والآخر تزعف عليه. تفكر قصة يوسف وعص روحك، وحكاها لنا ربي. هو خوت يوسف ما عجبهمش الحال، لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا بينا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. خرج حكمة ججمه، شكون خرج الحكم هذا؟ هما أولاده قالوا بابنا راه ظالم
إن أبانا لفي ضلال. بعد يلا اقتراحات، واش عندكم؟ أو قال اقتلوا يوسف. يا لطيف، شوف هذا الإنسان اللي يروح ديرة القتيلة، القتيلة مباشرة، عنده 950 حل يروح للقتيلة، كان 950 حلولة، حلول ألاميابل تفرب ما شاء الله وكذا بالشريعة بالحوار، لا لا يروح مباشرة للقتيلة. نكررها لأنه تعرفوا أنه في هذا الزمن اللي عايشين فيه أصبحت الجريمة يعني للأسف ترهق تقلق، يعني تكسر النسيج الاجتماعي، تخوف، العنف بجميع صوره، وأخطر صورة للعنف جريمة القتل، إزهاق الأرواح، إسالة الدماء، هذا أمر مرفوض نقلا وعقلا. خوت يوسف كيف فتحوا باب الاقتراحات راهم في الاجتماع، واش قالوا؟ اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا. هذا هو العقبة الكؤود. يوسف هذا يحبوا بابه بزاف وإحنا ما يحبناش إلى آخر ما تعلمون. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا، علاه؟ يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. إذا عندهم النية باش يكونوا صالحين، ولكن يوسف هو اللي راه بينهم وبين باباهم، وتعرفوا الحكاية حتى بعد الداوه إلى آخره، وتفاوضوا مع باباه واعطوا له الضمانات، كذبوا عليه ما قالوش الحقيقة، قالوا رانا هنا الكبدة كما يقولون تاع باباه لقاتها، قال خايفين يأكلوا الذيب، يأكلوا الذيب، ولكن هما قالوا كيفاش يأكلوا الذيب؟ ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. واش من الذيب هذا اللي يقدر يجي يدي من عندنا يوسف ويأكله؟ هو بعدين الحكاية كملت، وجاءوا أباهم عشاء يبكون، قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذيب. ها أكله الذيب، وما أنت بمؤمن لنا ولو كان ولو كنا صادقين. وبعدين وش قال لهم؟ قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، صبر، فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. هذه الآية 18 من سورة يوسف، امشي لقدام حتى توصل الآية 83، عودها يعقوب ولكن بصيغة أخرى، فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. الأمل، آية الأمل، عنده الأمل في ربي سبحانه، لم ييأس من روح الله، كما قال ربي في القرآن مرة أخرى في سورة يوسف، يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. إذن نرجع مرة أخرى، ربي سبحانه وصل الوالدين باش ما يغلطوش مع أولادهم، وصل الأولاد باش ما يغلطوش مع الوالدين، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وتعرفوا الأحاديث في هذا الباب. هذه كلها ممهدات، من الممهدات لقيمة الصلح الغيرية. الغيرية يعني واحد يحب الناس، يحب الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. مباشرة هذا دواء، هذه تربية، أن واحد كل ما انتفخت فيه الأنا كل ما اعتدى على حقوق الناس. كل ما واحد، علاش في الحديث يقول يا غلام سمي الله، النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الصغار، يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. إذا الطفل نشأ منذ الصغر أنه يأكل غير حقه، كي يكبر يأكل غير حقه، أما إذا كان كي كان صغير يحب يأكل حقوق خاوته، هو كي يكبر يأكل حقوق خاوته.
إنما كي يكبر يأكل بزاف، كي كان صغير بلاك يديله بطا ياورت ما يديها لخوه، كان زوج في الفريجيدير في الثلاجة يأكلهم في زوج، هذا واش قدر؟ كان زوج تشينا برتقال يأكلهم في زوج، تقولوا يماه ولا بابا علاه كليت حق خوك؟ إذا قال له إن شاء الله ما يزيدش يولي، أما إذا يقول عادي هاو كي يكبر يديله حانوت، يديله قطعة أرضية، يديله كاع الشركة، يديله كاع الميراث، أو كي يموت باباه هذا كيدي كاع الميراث بالكواغط بلا كواغط، وأنتم عارفين واش صاير في الدنيا الناس. إذا قال له كل حقك، الله يقول الله يرحم اللي قال كل حقك واغمض عينك، اش لحقيك تقنطيطي. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لك نحو هذا، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، واش تحب لروحك حب لغيرك. وفي حديث آخر خرجه الإمام الطبراني رقم الحديث 862 يقول أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. يلا هاي الغيرية، الأعمال المتعدية النفع إلى الغير ليست أعمال قاصرة النفع. واحد يصلي ينفع روحه، وإن كان ينفع الناس بطريقة أخرى ولكن ينفع روحه أساسا، صام صام روحه، دار قيام الليل ينفع روحه، وإن شاء الله كي يكون الصلاة عندها أثر يولي هذا الإنسان يخرج للناس يقدر يتعاشر وما يديرش مشاكل إلى آخره. ولكن هناك أعمال يتعدى خيرها إلى الغير، لذلك في هذا الحديث حينما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أحب الناس إلى الله وأحب الأعمال إلى الله، الحديث خرجه الإمام الطبراني كما قلت رقم الحديث 862 قال أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. هذه رواية من روايات الحديث. نروح الآن، قيمة الصلح راهي زرعت غرست، نروح الآن تطبيقات هذه القيمة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، هي كثيرة. نبدأ مثلا بصلح الحديبية. صلح الحديبية هذا حصل في شهر ذي القعدة في السنة السادسة من الهجرة، النبي صلى الله عليه وسلم أبرم صلحا، دار هذا العقد واسمه صلح الحديبية. الحديبية هو مكان سمي بذلك المكان. هذا الصلح في هدنة النبي صلى الله عليه وسلم تنازل، قدم تنازلات ديزيستمون، تنازل، وهذه قيمة من قيم الصلح. باش يكون صلح يقولك هذا يخلي شوية من حقه، هذا شوية يخلي شوية ويتصالحوا، ولا لا لا، إذا كان كل واحد يقولك ندي حقي كامل يتصادموا وما يتصالحوش. حول النبي صلى الله عليه وسلم تنازل، الوقت لا يسمح باش نفصلوا، نقراو هذا الصلح الحديبية والبنود نتاعو، قدم تنازلات. وهنا علماء الشريعة أصلوا هذه المسألة، قال لك النبي صلى الله عليه وسلم رجح المصلحة المستقبلية الدائمة على المصلحة الآنية العارضة. خلاص كلام ما بقاش بعده كلام، ما شافش غير قدامه، يقول اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، اكتب هذا ما تصلح عليه محمد رسول الله. هو ذاك المشرك واش قال له؟ قال لو آمنا بك رسولا ما حاربناك، اكتب اسم باباك محمد بن عبد الله. وكان تنازلات اخرى، النبي عليه الصلاة والسلام لم ينظر الى المصلحة الآنية، لا خزر القدام، هذه اسمها النظر في المآلات لي كونسيكونس، شوف القدام. الحكيم هو اللي يخزر القدام، اكسب خوك، اكسب جارك، اكسب الشريك نتاعك، اكسب الحومه نتاعك، انظر القدام. هذا امر مؤصل في القران في السنه في السيره النبويه وكتب العلماء عامره. نعطي لكم مثال، نقرأ كتاب الموافقات للإمام الشاطبي، الإمام أبي إسحاق الشاطبي
الجزء الرابع الصفحة 140 الصفحة اليمنى في وسطها مكتوب المسألة العاشرة. وش يقول؟ والنظر في مآلات الأفعال معتبر ومقصود شرعا. وفي الصفحة 143 تحدث عن سد الذرائع. على بالكم أوردونونس وصفة طبية علاجية ووقائية، قبل ذلك وقائية وعلاجية، موجودة في هذا الكتاب وفي الكتب الأخرى التي تناولت هذه المسألة بالشرح والبيان. طيب، إذن فهمنا النبي عليه الصلاة والسلام استثمر مدة الصلح، تصالح خلاص المسلمون تصالحوا مع المشركين في عقد الصلح، سيتان كونترا عقد. طيب النبي عليه الصلاة والسلام كيف استثمر هذه المدة انتاع الهدنة انتاع ثلويث لهنا لهنا مليحة؟ أولا شوف نعطيك الآن نتائج باختصار. الأمر الأول الذي استثمره النبي صلى الله عليه وسلم بنى الرجال والرواحل، بنى الرجال اللي يحتاجهم في الدعوة إلى الله، فرصة في لهنا عنده وقت باش يدير تأطير باش يكون الرجال ويهيئ الرواحل اللي ترفد رسالة الإسلام. هذه رقم واحد. رقم اثنين، استثمر هذه الهدنة في إعطاء البعد العالمي للدعوة الإسلامية. راه في لهنا خاطب الملوك والزعماء في هذاك الوقت، تعرفوا كامل الحكاية، إلى هرقل زعيم تاع هرقل، إلى تاع كسرى، كسرى تاع الروم الفارس، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. هي فرصة لمخاطبة الملوك والزعماء العالم في ذلك الوقت. متى استثمر؟ في فترة الهدنة هذه، لذلك سماه القرآن الكريم الفتح المبين. ربي اللي قال في القرآن إنا فتحنا لك فتحا مبينا. المقصود هنا صلح الحديبية اللي حصل في شهر ذي القعدة في السنة السادسة من الهجرة النبوية. وتعرفوا فتح مكة أيضا فيه صلح، فيه الخير، وهذه قيمة من قيم الصلح، كي جمع كاع هذوك اللي خرجوه واللي داروا واش داروا، واش قال لهم؟ ما تظنون أني فاعل بكم؟ يا أخي درك خلاص فتح مكة، اسمحوا لي قبل فتح مكة صرا في مقدمة الفتح حدث كبير اللي القصة اللي معروفة عن حاطب ابن أبي بلتعة، القصة معروفة فيها تفاصيل مهمة جدا. ولكن واش قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ باش يعلمنا الصلح، يعلمنا النظر في المآلات، يعلمنا ولا تنسوا الفضل بينكم، الآية 237 من سورة البقرة. قالوا يا عمر، نقول لك المشهد الأخيرة، يا عمر إن الرجل قد شهد بدرا. هذا الإنسان غلط، ولكن هو من البدريين، من الناس اللي حضروا في غزوة بدر الكبرى يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. قالوا يا عمر، هو النبي عليه الصلاة والسلام يقول عمر، خاطر عمر قال واحد الفكرة، قالوا يا رسول الله مرني كي كذا وكذا وكذا، فلقد نافق. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قالوا يا عمر إن الرجل قد شهد بدرا، ولعل الله اطلع على أهل بدر وقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. كيفاش يعلمنا هذه القيمة السامقة، القيمة العالية الشريفة؟ نرجع لفتح مكة، قالوا ما تظنون أني فاعل بكم؟ هيا الله واش تستنوا من عندي؟ قالوا خيرا، طمعوا فيه الخير، خطر عنده الخير، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، الآية 107 من سورة الأنبياء. فقال لهم لا أقول لكم إلا ما قال يوسف لإخوته
لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا فأنتم الطلقاء. الله يبارك، شوف هذا المقام السامق، الله يبارك، بسم الله ما شاء الله. العفو عند المقدرة، سماح، العفو عند المقدرة. موقف آخر ذكره فضيلة الشيخ قبل حين، حينما اقتتل أهل قباء، أهل قباء الدقاو عنده مشكلة في عهده، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قالوا صرى كذا وكذا في قباء، واش قال لهم؟ قال لهم اذهبوا بنا نصلح بينهم. قال لهم ارواحوا ندير له الصلح بيناتهم. الحديث واضح، هو إمام المرسلين وإمام المصلحين، قال اذهبوا بنا نصلح بينهم. الحديث رقم الحديث في البخاري 2963. حديث آخر خرجه الإمام أبو داود في سننه، رقم الحديث 4919. ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إصلاح ذات البين مباشرة، حط لهم هذه، شوف طريقة منهجية لاستمالة العقول والقلوب. ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة، يقصد النوافل. قالوا بلى يا رسول الله. قال إصلاح ذات البين، الحديث 4919. حبيت نقول أنه في السيرة النبوية نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم يترجم قيمة الصلح عمليا ميدانيا، بعدما نص القرآن على الآيات التي تدعو إلى الصلح بين الناس، وهناك أحاديث نبوية تدعو إلى الصلح بين الناس، بعد ذلك الامتحان العملي واضح ميدانيا. نروح للوثيقة، وثيقة المدينة، وثيقة المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم يا أخي قال أمة واحدة من دون الناس، علاه؟ باش يجذر في العقول وفي القلوب باللي انتم تنتمون إلى أمة. تعرفين واش صار بين الأوس والخزرج، ولكن بعد ذلك انصهر الأوس والخزرج في جماعة الأنصار، وانصهر الأنصار والمهاجرون في جماعة المسلمين، فصاروا أمة واحدة. إليك الآيات في سورة الحشر الآية 8 نصت على المهاجرين، الآية 9 نصت على الأنصار، يحبون من هاجر إليه، وبعدين ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ذكر الله عز وجل بعض خصال الأنصار، وفي الآية 10 قال ولا، قال ربنا اغفر لنا، يعلمنا باش ما ننساوش فضل السابقين، نديروا كما داروا هما، عندنا اون ريفيرونس، عندنا مرجعية. في الآية 10 من سورة الحشر بعد ذكر المهاجرين والأنصار، الآية رقم 10 ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وفي وثيقة المدينة، في دستور المدينة، في صحيفة المدينة، مما ورد فيها أمة واحدة من دون الناس. هذا مقطع من الوثيقة نربطه بالقرآن، نربطه بالآية 110 من سورة آل عمران، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. في سورة البقرة الآية 143 وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. الآية 92 من سورة الأنبياء ربي قال إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. في الآية 52 من سورة المؤمنون وأن وإن قراءتان هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، الأولى فاعبدون، هذه فاتقون.
ماذا تريد؟ كل شيء كائن منهاج حياة. القرآن هذا نتاع ربي سبحانه منهاج حياة. الآية التاسعة من سورة الإسراء: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. لذلك جماعة الخير، قيمة الصلح هذه راهي موجودة بممهداتها، زيد بضماناتها، زيد بوسائلها، زيد بمناهجها. هي كان منهجية ماشي فوضى. كل شيء لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وفي سورة الجاثية الآية 18: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. من بعد قيمة الصلح هذه ما بقتش هنا. أروح قال القرآن، ربي قال في سورة النساء الآية 114: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وفي سورة النساء الآية 128، وفي سورة النساء الآية 128: والصلح خير. وفي سورة النساء الآية 35: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. وفي سورة النساء الآية 65: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وفي سورة الأنفال الآية الأولى: فاتقوا الله، خافوا ربي، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. عجب ما نجده في القرآن والسنة لا مثيل له، والبشرية ستظل تائهة ضائعة إلا إذا رجعت إلى منهاج خالقها. وإلى البشرية لن تعيش سلاما فوق هذه الكرة الأرضية التي لو اشتكت إلى الله لرفعت شكواها قائلة: هذه الدماء التي تسيل فوق هذا التراب، وهذه الأرواح التي تزهق فوق هذه الكرة الأرضية بغير حق مهما كانت الأسباب. ربنا قال في سورة الحجرات الآية 13: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فإذا تتبعنا قيمة الصلح في السيرة النبوية نجدها ماثلة واضحة، ودورنا نحن أن نقرأ السيرة النبوية قراءة اعتبار لنعتبر من أجل تجذير هذه القيمة في حياتنا الأسرية، في حياتنا الاجتماعية، في حياتنا الاقتصادية، في حياتنا السياسية، في حياتنا الثقافية، وبعد ذلك سيتغير حالنا إلى أحسن حال إذا أردنا أن نتغير، مصداقاً للآية 11 من سورة الرعد: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. شكراً لكم، والسلام عليكم ورحمة الله.